كيف أقدر أقرأ العيون؟ بكل بساطة، العين سبحان الله لها عدد من الحركات، يا إما يمين أو يسار. في اليمين عندنا 3 تفصيلات، وفي اليسار عندنا 3 تفصيلات. وانت بتتكلم مع إنسان ركز في عيونه مرة كويس عشان تقرأ إذا كان بيكذب عليك أو كان صادق. الآن وانت بتقرأ في عينه، إذا كان بيفتكر موقف فيه له أماكن، أبواب، أشكال، آلات، محركات سيارات، بيفتكر شيء مرئي، هنا على طول حيبدأ يطالع في الجهة اليسار. في أي جزئية في اليسار؟ في الأعلى إذا كان صادق. إذا كان في اليسار في الجزئية العلوية بيطالع في الجزء العلوي، هنا هو صادق معك. لكن إذا راح على الجهة اليمين وبيطالع للأعلى وبيكلمك، هنا هو جالس يعمل مونتاج، قاعد يطبخ الكذبة على نار خادة، قاعد يغير في الحقائق، بيضيف لمساته الخاصة. وعندنا على سبيل المثال نقل الشائعات، كل إنسان يحب ينقل الشائع ويحط لمسته الخاصة، وهو بيحط لمسته الخاصة أقرأ عيونه، حتلاقيه ما شاء الله تبارك الله بيتوصى، بيحط بعض البهارات، بعض التوابل. ركز في العيون، قلنا إذا كان في الجزئية العلوية معناته بيتذكر شيء مرئي. إذا كان في المستوى المتوسط على مستوى الأفق، هنا هو بيفتكر صوت، حديث، كلام، أغنية، آية، بيتذكر شيء مسموع، حاجة مسموعة. ولكن عندنا البعد اليمين والبعد اليسار، إذا كان في اليسار فهو صادق، إذا كان في اليمين معناته بدأ يعمل تعديل للحقائق، بدأ يحط لمساته الخاصة. فلا بد أن أنت تكون شاطر ولماح في قراءة العيون، يمين يسار، فوق تحت في النص، تقرأها بكل يسر مع الآخرين. بعد كده عندنا الحالة الأخيرة في المنطقة السفلية، إذا كان في المنطقة السفلية في اليسار فهو حديث نفس، وكذلك إذا كان في اليمين. لكن دائما قلنا إذا في اليمين هو بيحط بعض الحقائق، في اليسار هو بيذكر الحقيقة، حتى على المستوى الشخصي بينك وبين نفسك.